منكم أقرب. سعيدين دائما في منكم أقرب باستضافة كوكبة من الشخصيات الجميلة في مختلف المجالات الشعرية الأدبية الثقافية الفنية وغيرها طبعا من المجالات، ولكن صوت اليوم صوت شعري جميل، صوت له وقعه الخاص على الجمهور، وفي ذات الوقت طبعا صوت رخيم يحمل دفئا على سامعيه. الشاعر علي الغنبوصي، مساء الخير. مساك الله بالخير أستاذ سهى، وتحية لكل المستمعين عبر هذا الأثير وعبر هذا البرنامج خصوصية طبعا من الناس. الله يسلمك، والناس كلها تسلم عليك يا أخي علي، وطبعا لك جمهورك الواسع والممتد. لله الحمد، كل الشكر. الحمد لله. يعني أنا اليوم سأواجه نوعا ما صعوبة علي في موضوع، يعني كل من استضفناهم يعني لم نطلب منهم قصائد أو أبيات شعرية من الشعراء، لكن اليوم أنا أعتقد أن الجمهور لن يعني يسامحني على ذلك نهائيا إن لم أطلب منك قصيدة أو بيت شعري. يمكن أنه البرنامج أو الفقرة تكون على الجانب الآخر من صحيح صحيح شخصية. صحيح، بس الجمهور المحب يعني يمكن يعتب. أقول لا يمنع، أنا تشي أضم صوتي معهم. تحية لك يا تحية لك يا علي، ونحن دائما سعداء بك. أنا رح أنطلق مباشرة من استكانة الشاي. علي، إلى أي درجة هي حاضرة في حياتك استكانة الشاي مع فترة العصر؟ هل من النوع اللي بالفعل استكانة الشاي تظل حاضرة؟ مدمن، أنا مدمن يعني. يمكن الشاي الكرك هذا شيء أساسي معي في الحياة يعني. في الحياة. بشكل يومي لازم يعني يكون متواجد صباح وعصر، يعني فترتين يعني عندي الصباح وعندي العصر لازم شاي كرك، هذا شيء أساسي في الحياة. شيء أساسي. إذن هذا شيء يعني أنا نفسي أعرف ما هي هذه العلاقة القوية ما بين شاي الكرك وبعض الشعراء أو بعض الكتاب. إيش في شاي الكرك زيادة علي؟ ما ادري، هي يعني اقول انا خرمه، حنسميها يقولوا الشخص خرمان على حاجه، حنشوف الخرمه هو مثل الادمان نوعا ما، لكن ادمان بشكل ايجابي مو بشكل سلبي، ادمان حميد. ودائما انا رن الكرك يعني دائما انا اعتبره محفز صراحه الامانه يعني. جميل، يعني خصوصا الاجواء اللي حنعيشها، اولا هنيته بالرحمه وامطار خير على عمان وعلى الديار القريبة من عمان، فالكرك وعلى تصوير سناب والجو شيء آخر، والطعم مع الطعم طبعا. ومع الطعم مرتبط بالكتابة الكرك؟ الوقت العصري يوم مرتبط، لكن الصباح شوي لا، الصباح أحتاج عشان أصحصح فقط. عشان تصحصح؟ أيوه. صباحي ولا نهاري ولا مسائي علي؟ مسائي جدا. على فكرة علي كان طبعا أحد ضيوف أيضا، ذكر صباحات نوفمبر، وكان في قلق كبير إنه ما يكون على الموعد، بس كان على الموعد بصراحة يعني. بالعكس، ومن أجمل اللقاءات، واللي لازلت أحتفظ بالرابط وأرجع له في الأمانة يعني، ما هي مجاملة قدامك أستاذة سهى، من أجمل اللقاءات اللي راح أنا خلاص محفورة في ذاكرتي، وأرجع لها دائما، على مثل ما قلت لك أرجع لها دائما، لأني بالعكس إن أنا حسيت نفسي شخص آخر يعني، قدام هامة إعلامية واستطاعت أنها يعني تدخل في التفاصيل اللي مثلا الإعلام يمكن ما يحص يجد أنها يحط لها ضوء للشخص. يمكن أستاذة سهى في احترافيتها ومهنيتها تغوص في أدق التفاصيل لتخرجها بشكل أجمل. شكرا جزيلا أخي علي، مقدرة طبعا هذا الكلام الرائع، ولأن حضورك دائما رائع، ولك جمهورك الذي يعني يتتبع دائما إنتاجاتك ويستمتع بقصائدك وبحروفك وبصوتك. أنا أؤكد على الصوت لأنه علي يمتلك صوت جميل. أحد جمهور هذه الهامة الإعلامية اللي تكلمني. الله يسلمك، تسلم. طيب، الشاعر علي الغنبوصي جاهز معنا، سننطلق إلى محاورنا. الله يستر.
الشاعر علي الغنبوصي ضيف منكم أقرب اليوم. علي، سأنطلق مباشرة من الذاكرة، ويقال أن الإنسان يحمل ذاكرته معه أينما ذهب وارتحل، هذه الذاكرة التي تقودنا إلى مشهد من الطفولة أثر بشكل كبير في شخصية الشاعر علي الغنبوصي. أتمنى أن تسترجع هذا المشهد معنا، أن تستعيد هذا المشهد وتقربنا منه أكثر. من الطفولة؟ من الطفولة. علي يعني بعمر 6 سنوات، ربما 7 سنوات، أو ربما أقل، ربما أكثر بقليل، لكن هذا المشهد يظل حاضر في ذاكرتك علي. والله هو في مشهد واحد يعني هو دائما يكون حاضر، يمكن كان مشهد البحر. نعم. لأن المنطقة قريبة من البحر، والبحر له تأثير كبير في شخصيتي، في كتاباتي. في مشهد هو كان كنا دائما يعني بعد الظهر، بعد ما نطلع من المدرسة طوالي عقب اللي هي الشنطة المدرسية ومباشرة، وحافين طبعا، حافين لقدام يعني بدون نعل أو أي شيء، مباشرة من البيت سبرنت لين البحر، لين ما أحس نفسي في أحضان موج. يا سلام. يمكن هذا المشهد اللي دائما كان يعني يجيني في الذاكرة دائما. هذا هو المشهد يعني. جميل. البحر إذا ساهم بشكل مباشر في تشكيل طفولة أيضا علي الغنبوصي. أكيد يعني الشاعر ابن البيئة يعني ابن بيئته، يعني الشاعر منين راح يعني من أي مكان راح يستلهم شيء للقصيدة، أو يستلهم الموقف، أو يستلهم حاجة ممكن تحرك إحساسه لكي يكتب. البحر الناس دائما تيه عشان تبوح لأسرار، هو كاتم أسرار في النهاية. نعم. البحر يعني الموج يوم مثلا موجة تعانق الشط، هذه نوع من يعني أخذ ورد بينه وبين الساحل، فهذا الشيء يحرك شيء في الشاعر. جميل. وأنت يعني دوزنت هذا الموج على هيئة قصائد وأبيات ما زلت في الذاكرة علي الغنبوصي. وهذه المرة سأنتقل إلى مكان، هذا المكان ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا يعني بالطفولة، ولكن هو حاضر كذلك في ذاكرتك، جغرافيا معينة حاضرة في ذاكرتك، تسميها لنا وتصفها لنا كما تراها دائما. ما في الطفولة ولا ما ملتزم بالطفولة. ما ملتزم بالطفولة يعني، وتحس أنك أنت أحيانا هذا المكان يستدعيك علي. والله هي مدينة زرتها قبل 2 سنين تقريبا. هذه المدينة يعني حطت شيء أثر في نفسي. هي مدينة برشلونة، مع أني مدريدي، لكن المدينة للأمانة يعني أستاذ سهاء، المدينة آسرة بكل ما فيها، من تدخلها، من ناسها، من بنيانها، من السكك، من الحواري، من المتاحف، من الكنائس، من يعني استشعرت علي الإنسان متجرد عن المسميات والألقاب. هناك علي الإنسان فقط. جميل. غير الشاعر، غير يعني الإنسان اللي يوصل برشلونة للأمانة يعني من واقع تجربة، ما أدري يمكن الناس تنظر مناظر أخرى، لكن أنا في برشلونة حصلت نفسي علي الإنسان بعيد عن الألقاب والمسميات. يأثر فيك المعمار بشكل كبير علي؟ أحب المعمار القديم، الكلاسيك، الأشياء اللي تذكرنا بالماضي، تذكرنا يعني يفوح منها عبق الماضي. حتى لو كان في أشياء متطورة، لكنها ما زالت متمسكة بالماضي، متمسكة على ما قلت لك عبق الماضي. هذه يعني دخل فيك حنية للماضي، حنية لأنك ترجع سنين لورا. فهذه برشلونة من المدن اللي يعني علي تقرب، أنا من نفسي تقربت من أشياء كثيرة وعشت فيها
كإنسان مثل ما قلت لك بين جميل. الناس يعني أطلقت العنان لنفسي في ذاك المدينة الأمانة. رجعت لها بعد سنتين؟ إن شاء الله أني برجع لها. إن شاء الله. مع أنك مدريدي يعني متعصب جدا متعصب حتى النخاع يعني. طيب رغم ذلك المدينة أسرتك، يعني المدن لا علاقة لها لا بالكورة ولا بأي شيء آخر، المدينة لا تأثر. الجمال يفرض نفسه يعني بعيد عن التعصب بعيد عن الأشياء، فلازم يعني أصلا تقول أن هذا شيء جميل، لازم توصفه، لازم تكتبه، لازم تقول أي شيء عنه. نعم بالضبط صحيح. طيب علي، ما زلنا نغوص في هذه الذاكرة ونتكلم عن مرحلة ما بعد الثانوية أو المستوى طبعا الثاني من التعليم، ربما يقودنا إلى الجامعة تحديدا، يعني مشهد من مقاعد الجامعة. المشهد كانت أمسية أمسية في حرم الكلية، كانت مثل النقلة النوعية لي. أول مرة أحضر أمسية شعرية، أنا شاعر أكتب لكن لم أصل لمرحلة أني أكون شاعر في المسرح يعني. نعم. شاعر بيني وبين أصدقائي، الناس اللي في الحي، الناس اللي متعود عليهم أن يقولهم أشعار. لم تصل مرحلة أنه أقف أمام جمهور مثلا في الكلية متعددين الأذواق. حضرت أمسية كانت من أحد أماسي الكلية، وكنت حاضر ك يعني مستمع للشعراء الحاضرين. أنا بدأت الشرارة نوعا ما أنه لازم أني أدخل في جماعة الخليل للشعر. نعم. كلية طور. فهذا المشهد ما زال مختزل في الذاكرة يعني. ما الذي أشعل هذه الشرارة علي؟ ما الذي أشعلها في تلك الأمسية؟ يمكن تفاعل الجمهور مع الشعراء هو اللي أشعل يعني. لما شفت تفاعل الجمهور مع الشعراء اللي كانوا يحيون الأمسية ذيك الوقت، قلت أنا يعني أنا عندي شيء يحتاج إني أقدمه، وعندي شيء يعني ممكن إنه في يوم من الأيام هذا الشيء راح مثلا يمثل حالة من أحد الحضور اللي موجودين. نعم. من ضمن القاعة اللي جالسين في القاعة. طيب هذا الشيء كنت تنظر له بتوجس أم بيقين؟ ده يقين أني راح أوصل لهذا المكان. إذا كنت أبي وعندي المادة وعندي الشيء اللي راح أقدمه، هو يحتاج إلى حاجتين اللي هي المثابرة والإيمان بالشيء اللي عندي. جميل. الإيمان والمثابرة. رائع. من الذاكرة وربما مشهد قبل هذا المشهد، اللحظة اللي أيقنت فيها وأدركت تماما علي أنك شاعر. كانت في مرحلة الدراسة بالكلية. كان في تحدي أعطاني رئيس الجماعة أنذاك الله يذكره بالخير، فسيد المشرفي أعطاني تحدي بيني وبين نفسي، قال اكتب خلال هذا اليوم هذه القصيدة تكون تمثلك أنت كعلي وتكون تجيز لي كشاعر كرئيس. فظليت للأمانة من الساعة يمكن أذكر من الساعة 8 لين الساعة 4 الصبح لين خلصت القصيدة. يعني كانت أول قصيدة نوعا ما يعني متكاملة. جميل. بركائز القصيدة الأساسية. فكانت الفرحة كبيرة حتى أني ما داومت اليوم الثاني للأمانة يعني. من الفرحة هي سحبت للمحاضرة. طيب من الذاكرة سننتقل إلى الحياة. علي الغنبوصي، يا ترى ما هي الحكمة التي يؤمن بها في حياته؟ هو هي في من تواضع لله رفعه. هذه جميل. أعيش على هذه المقولة دائما يعني، من تواضع لله رفعه. أحس قريب يعني الإنسان كلما تواضع وكلما اقترب من الناس الله حبب الناس فيه. الحمد لله. هذه اللي يعني متواضع لله رفع تعتبرها الأقرب لقلبي دائم. جميل. طيب ما زلنا في هذه الحياة ونتساءل عن وجه مضيء في ذاكرة علي الغنبوصي يفتقد الآن في حياته. وجه مضيء في ذاكرتك لكنك تفتقد الآن في حياتك علي.
شخص مر علي في مرحلة من المراحل كان مؤثر جدا في مرحلة الثانوية، أتكلم عن مرحلة الثانوية. أيوة. هو معلم كان درسنا مادة، لكن للأمانة هو كان أكبر من مسمى معلم، وكان أخ، كان أب، كان فرد من العائلة. يعني كان دائما نخلص من الحصة كان هو يرى شيء فيه، فكان دائما بعد ما خلص الحصة كان يجلس معي يعطيني دروس هو عاشها من تجارب حياته. يقول ممكن أنك تلاقيها بعد فترة. أنا يقول هو أعطاني مثل الكلام ممكن أنا حافظه لليوم وباكر، يقول الإنسان يا علي على مر حياته راح يلتقي مع ناس يتعامل معهم، وهم في نفس الوقت يتعاملوا معه، راح يتعلم منهم، هم في نفس الوقت راح يتعلموا منه. لكن يا علي الحياة لا توقف عند شخص معين في فترة معينة. إذا راح عنك هذا الشخص، مات أو صار لظرف وكتب له أنه يروح بعيد عنك، لا تتوقف الحياة أبدا مع هذا الشخص. عليك أن تستمر وتجتهد لتصل لغايات ولتصل إلى أشخاص ممكن يساعدوك في هذه الحياة، لأنك لكي تبقى يعني بوجه آخر يعني أنه شخص ناجح. جميل. هذه من الأشياء اللي هذا الوجه تفتقده، ما زلت تفتقده هذا الرجل، لكن سبحان الله أحيانا بين تواصل بين فترة وفترة، ولكن ليس بذلك الحضور طبعا. لكن أنت نقلت تجربة الآن، تجربة حياتية جميلة، ونقلت حكمة كذلك، يعني حتى لنا لمن يستمع إلينا بالفعل أن الحياة تستمر دائما. يعني الحياة لو وقفت أستاذ سهى على شخص، كانت الحياة وقفت عند موت أعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح. طيب الآن سنتجه، ما زلنا في الحياة علي، ونتساءل عن لحظة أنت تعتبرها لحظة فارقة أو لحظة من اللحظات الفارقة في حياتك، سواء نتحدث عن لحظة فارقة بوقعها الإيجابي والجميل، أو لحظة فارقة بوقعها نوعا ما اللي كان متعب بالنسبة لعلي. لا انا بخلي عشان خلينا على الجانب المضيء، ف الاجواء حلوه ومطر يعني، وانا بكدرهم. فلا الجانب المضيء هي اللحظه الفارقه دائما عندي، واقولها هي لحظه ما اتصلوا فيا لجنه شاعر المليون علي لمبوصي، انت متاهل معنا ل 48 ونتشرف بتواجدك. هذه كانت لحظه فارقه، لانه كان مثل الحلم. يعني الشاعر كان يحلم دائما، شاعر مليون يشوفه شيء كبير. نعم. وأنك تتخطى وتكون ما بين مثلا 8000 شاعر وتختار وتكون بين 48 وتظهر على مسرح شاطئ الراحة، هذا كان يعني فخر جدا، يعني فخر أو شيء لا يوصف للأمانة. يعني كانت لحظة فارقة جدا معي. وتعتبرها لحظة أيضا كانت محفزة للقادم في مسيرتك. أكيد هي دائما محفزة، وكانت يعني فضل الله وفضل شاعر المليون. الناس تعرفت بشكل أكبر لعلي عن طريق شاعر المليون. يمكن مساحة الضوء اللي هم ألغوها علي لو 5 دقائق كانت كافية لتوصلني لأكبر شريحة من المتابعين. يعني. وطبعا يعني أدائك في شاعر المليون كان له أيضا تأثير كبير على هذا الحضور. سأتجه الآن إلى الكواليس. علي الكواليس، اللحظة التي تشعر أنك يعني أن هناك خصام بينك وبين القصيدة. خصام بيني وبين القصيدة؟ والله في خصام صراحة من وقت الحين، الفترة اللي أنا أعيش أنا أصلا عندي خصام صراحة، يعني يمكن لي 3 شهور 4 شهور أنا ما كاتب قصيدة. إذن إحنا سألنا السؤال في وقته، ليش علي؟ يمكن أنا قلت يمكن الانشغال بالدوام، مشاغل الحياة الأخرى، الأشياء الجانبية تأثر. هي في أنا ما مني ما كتبت في قصيدة وطنية، كتبت قصائد وطنية وهذا، لكن القصيدة اللي ترضي أني ترضي علي قبل لا ترضي الجمهور، ترضي علي.
هذه لها مدة يمكن ما كتبتها، فأنا فاقدنها يمكن بسبب ضغوط الحياة، العمل، الأشياء الجانبية، البيت، الأهل وغيره، الأصدقاء، هذه شوي تضغط الشعر تخرج عن جو كتابة القصيدة. إذن يعني هذه اللحظة تعتبر لحظة الخصام بينك وبين القصيدة، هل هي مزعجة بالنسبة لك كشاعر علي؟ جدا تقلقك؟ جدا، وأخاف منها، ولا وزاد خوفي بعد، قالوا لي الشباب يقولون عاد خلاص تدخل قفص الذهب، عاد انسى انك تكتب، هذا الحين شوي مسوي لي سبب لي خوف. والله استاذ سعد والله مبارك لك ان شاء الله، وحياه هانئه دائما علي، لكن اهم شيء انه ما تكون في قناعه بهذا الموضوع، ان شاء الله اجمل القصائد يعني ستكون باذن في. الله، باذن الله اتمنى صراحه. يقول القصيده، ما اعرف علي يعني كشاعر انا اسالك الان، يقال ان القصيده كالحب، لا تعرف متى يأتي ولا تعرف متى يعني يخرج من دائرتك، إلى أي درجة يعني الحب يداهمك في أي لحظة، فإلى أي درجة القصيدة يعني هي بالفعل بنفس الأسلوب أو نفس الطريقة؟ لا، تشبيه في محله، تشبيه في محله، فعلا مثل الحب يمكن يأتيك في أي وقت، يعني أنت ما حاسب الحساب، وهي أحيانا أغلب الوقت تأتيك من موقف أنت أصلا ما حاسب الحساب، تيك من وانت ماشي في الشارع، في الشارع العام تيك القصيدة، تيك البيت الأول وخلاص تتكمل، فهي أحيانا تصادفك في مواقف ما تعرف. ما تعرف. طيب، ما زلنا في هذه الكواليس وكواليس كتابة القصيدة، نتساءل عن طقس، هذا الطقس دائما مقترن بكتابتك للقصيدة علي، ما تستغني عنه؟ شارع العام. الشارع العام، الشارع العام، يعني تكون في الشارع العام، جميل جدا. دائما يكون أطلع من منطقة لمنطقة معينة، أبند كل شيء في السيارة، يعني ما أتسمع الأغاني ولا أتسمع قليل أسمع، يمكن شيلات شوي، لكن أطلع من منطقة لمنطقة، هذا جوي خلاص، أبند أدندن على بيت معين يمشي معي اللحن، خلاص أوصل المنطقة الثانية، على الأقل وصلت يمكن لخاتمة، أختم قريب أختم القصيدة، فأكملها بعدين تبقى المثل، يعني إحنا دائما نقول اكتب القصيدة في يوم وعدل فيها شهر. جميل فأنا دائما تقصي الشارع العام. يعني رائع، هذا أول طقس، أول شعر أنا أسمع عنده هذا الطقس، يعني مقترن فيه، وهذا الشيء يعني جدا مثير للاهتمام. علي، ما زلنا في هذه الكواليس. علي، قبل الخروج للجمهور في أي أمسية، أي أمسية تقدمها، ما الذي يعني ما الذي يداهمك من أفكار، أو ما الذي تفكر فيه؟ هو يعني تفكير انك تطلع بالوجه اللي الناس جايه عشانك، وجه ابيض يكون الناس جايه عشانك متعنيه، تقول اني يا علي ابى استمتع، فما وده تطلع والعلي ما قدم الشيء اللي يرضيهم. انا هذا همي، اني ارضي الجمهور، وحتى لو يعني لو كان ضغط علي، يعني احيانا يحدوك المنظمين على قصائد معينة أو أنه عدد قصائد معينة وجمهور يطلب أكثر. نعم، أنا عادي يمكن أني أمدد عشان أرضي الجمهور، في النهاية إرضاء الناس غاية لا تدرك أنت، لكن بمحاولاتك أحيانا في نص الأمسية يطلبك واحد قصيدة أنت أصلا ناسنها. جميل، رائع، أحيانا يحطك في موقف لكن تحاول تستحضر له ولو أبيات بسيطة من القصيدة، لو أنك ما حافظنها، أو تعتذر له بطريقة تعوض بقصيدة ثانية، أو تهديه قصيدة القادمة. وش أهم شيء عندي كان دائما قبل أظهر على المسرح في شاعر مليون، كانت حاجة خاصة أني أمثل عمان خير تمثيل، هذا كل شيء اللي كان حاط له حسبة. الحين في أي مسرح أطلع أنا أحاول أرضي الجمهور قدر المستطاع. جميل جدا، وجمهورك يعني عزك ويقدرك يا أخي علي. ما زلنا في الكواليس، آخر سؤال في كواليسنا، ونتساءل ما الذي أيضا يستفز علي الغنبوصي ويستفز شاعريته للكتابة؟ إيش ممكن للشعر يعني لكتابة القصيدة، ما الذي يستفز القصيدة بداخلك؟ أنا الحزن، الوجع، الفراق، أنا هذا أنا
من نوع اللي كتاباتي وقصائدي جميعها في الحزن، في الوجع، في الفراق. أنا دائما أقول أن الحزن يخرج من الشاعر أجمل ما عنده، وليس الفرح. أنا في الفرح ما تلقين، في الحزن إذا وجد الحزن أنا يوجد لي. لأن أنا أشوف الحزن أني ممكن أصوره، لأن الحزن دائما يكون فيه يعني يسبب لك أثر في القلب وأثر في أثر في جسمك بشكل عام، وهذا الأثر أصلا يبين حتى في قصائدك. فأنا أختار الحزن وحاول أبحث عن الحزن بأي طريقة، لا ولو أجرح نفسي، أهم شيء أني أحصل حزن عشان أكتب. عشان تكتب، ونتمنى احنا نريد نقول لك انه ما يعني نتمنى انه ما تمر بحالة حزن ابدا، ولكن يبدو انها مقترنة بالابداع. يعني يقال انه المبدعين في كل المجالات عندما يمروا يعني بحالة انسانية حزينة او بحزن ما او بفراق او بوجع، يعني يخرجوا اجمل ما لديهم. يعني طيب، سنخرج خارج حدود الزمن علي، خارج تماما حدود الزمن، ونتساءل شخصية تتمنى لو كنت التقيت فيها في زمن ما. يعني هذه الشخصية ما بالضرورة موجودة الآن في حياتنا، لأن احنا نخرج إلى خارج حدود الزمن. هل في شخصية معينة كنت تتمنى لو التقيت فيها؟ ما شيء أعظم أنك تلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الشخصية المحمدية. نعم، يعني يتمنى أنه يلتقي فيها. جميل. خارج حدود الزمن، ما زلنا خارج حدود الزمن. علي الشاعر علي الغنبوصي، في حياة أخرى غير هذه الحياة، يعني لو كنا في حياة أخرى غير هذه الحياة، ماذا تتمنى لو كنت يعني تكون؟ غير الشاعر؟ غير الشاعر، يعني في حياة أخرى، يعني ممكن تكون وهنا طبعا احنا نتكلم يعني خارج حدود الزمن وممكن داخل قالب الخيال، اي شيء ممكن يخطر على بالك او شيء تتمناه في زمن ما، في حياة ما، في حياة اخرى. ما ادري، انا يعني احلامي بسيطة ترى استاذ سهى، مو يعني اشياء كثيرة. ما ادري، يمكن كنت أتمنى لو ما أخذت يعني في الشعر كقالب شعر، يمكن مهندس أو شيء. مهندس؟ ما أدري، لو في حياة أخرى يمكن شغلتك إن أخذ شخصية من الشخصيات. لا 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 لا، بالفعل هذا ما نتساءل فيه. كنت أتمنى لو كنت لو حياة أخرى تكون مثلا شاعر أو مهندس أو تكون. لا مهندس، أنا كنت أتمنى مهندس. مهندس معماري ولا مهندس؟ والله إذا مهندس قلوب زين، لكن مهندس معماري أرضاضي يلا بشي. والله انت مهندس كلمه، مهندس كلمه شعريه يا علي. مهندس قلوب، على الاقل نخليها قلوب كلها بيضه، كلها مثل السحاب البيضه، فتكون نقيه دائما، كلها كذا جميله وفيها نقاء. علي راح اسالك الان، تقريبا وصلنا يعني لاخر محور، راح اعطيك بعض المفردات وانت ترد يعني ماذا تعني لك هذه المفردات بكلمه او كلمتين او جمله. تمام. البحر، العشق، الصورة. ما أسمع. الصورة، التأمل، الحب، الحياة، الألم، الألم، الكتابة، القصيدة، صعبة؟ لا ما صعبة، لكن يعني بهيش تصورها بنتي، يعني بقول بنتي ابنة دي يعني. جميل جدا علي الغنبوصي. الجمهور يستمع إليك الآن في برنامج مع الناس وأنت مع الناس، ما الذي تود أن تقوله للناس، لكل من يسمعك؟ أي شيء من قلب علي الغنبوصي يريد أنه يقوله للناس في هذه اللحظات؟ والله أنا في عيني الناس كلهم شعراء دائما، كل من لديه شعور فهو شاعر، سواء كتبه في قالب شعري، سواء تحدث فيه أمام الملأ، أو تحدث فيه بشكل خاص مع أحد المقربين، فهو شاعر.
الشعر ديوان العرب، أتمنى أنه الناس تحب الشعر وتشوفه مثل ما نشوفه نحن الشعراء، لأنه دائما الشعر كان في الزمان وما زال اليوم مباشر له دوره الفعال في المجتمعات. كان يوقف حروب بقصيدة، تقف حروب كانت بقصيدة تجمع اثنين كانوا مفترقين، بقصيدة رجع الغريب إلى داره، بقصيدة تحالف الدول وغيرها، يعني أشياء كثير. الشعر يعني الكثير، فأتمنى أن الناس دائما تجد الشعر وتحب مثل ما يحب الشعر فقط. يعني كلام يعني في منتهى الجمال، شعرا وحرفا الشاعر علي الغنبوصي، وشكرا لأنك قربتنا بالفعل من علي الغنبوصي الإنسان في هذه المحاور، حتى بعيدا عن الشعر والقصيدة، ولكن هذا ما كنا نطمح إليه. فيعني جزيل الشكر وجزيل التقدير لأنك كنت منا أقرب في منكم أقرب. جزاك الله خير أستاذ السهان. أنا صراحة أتمنى أنا يعني ودي أقول حاجة، أتمنى من أستاذ السهان شوفها في برنامج شعري، لأن المحاور اللي قلتيها أنا أتمنى أن تكون متواجدة في برنامج واحد شعري متواجد الحين. يعني اللي أستاذ السهان تعمله يمكن الغير ما يقدر يعمله. على ما قلت لك قبل سابقا وأعيد وكرر، أحيانا أشياء بسيطة في حياة الشاعر لم يسلط الضوء عليها الإعلام، أستاذ سهاء في حرفيتها ممكن تخرج هذه الحاجة البسيطة بشكل جميل. أنا سعدت ودائما أقولها وأكررها أني سأكون أسعد الناس أنكم متواجد معك في أي لقاء دائما، وأنت هذا شهادة حق وليس مدحا ولا شيء أبدا. الله يسلمك. يعني دائما أنا أقولها، الشاعر الرائع علي، نحن جميعا يعني نفخر بك ونعتز بشعريتك ونعتز بحضورك، وأنا اليوم قاومت جدا أني ما أطلبت منك شلة عشان بس إيقاع المحاور يظل ثابت مثل ما هو. لكن صاحب أنا يلا شل نفسي صاحب صوت رخيم وجميل، صوت شعري، وأتمنى بالفعل أنه يعني القصيدة تصالحك وتفاجئك بحضور جميل بإذن الله تعالى. وشكرا لكل ما ذكرت، وإن شاء الله ربما تجمعنا برامج قادمة علي إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أن الجمهور اللي يستمع العين أنا متأكد 100% أنه يضم صوته لصوتي. أن نتمنى نشوف أستاذ سها في برنامج شعري خالص إن شاء الله. إن شاء الله. والكل يسلم عليك، الجمهور هنا في طبعا استوديو مع الناس، الشاعر الجميل صاحب الحضور الرائع علي الغنبوصي، شكرا جزيلا لك. كل الشكر لكم وكل الشكر المستمع.